القيامة المجيد وشم النسيم هم أعياد مصرية مرتبطة ببعض، يا ترى إيه سبب ارتباطهم؟ هنعرف أكتر من خلال دكتورة ولاء محمد أستاذة التاريخ اللي مشرفانا النهاردة. أهلا بيكي يا دكتورة. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين، وكل سنة وأشقاء الوطن بخير وسعادة وعيد قيامة مجيد، وكل سنة ومصر كلها بخير بمناسبة أعياد الربيع. طيب في البداية كده احنا اتكلمنا مع دكتور رفعت عن عيد القيامة المجيد بس من ناحية دينية، فهنعرف بقى من حضرتك من الناحية التاريخية ايه هو عيد القيامة المجيد وايه سر ارتباطه بشم النسيم، يعني هما الاثنين دايما يبقوا ورا بعض في الايام وفي التاريخ. بداية إعمالا لقوله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وصدق الله العظيم في قوله الجليل. فنحن لدينا إشارات سماوية من خلال ديننا الإسلامي بأننا نؤمن بكل الرسل ونؤمن بكل الرسالات. فقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، أنا أولى بعيسى ابن مريم فليس بيننا نبي. فمعنى ذلك أن الدين الإسلامي من خلال القرآن والسنة أتى إلينا بتعاليم صريحة بأهمية التعاون والمؤاخاة وأهمية التعاون بين أشقاء الوطن بعضهم وبعض، فهذا إعمالا لطبعا إسلامنا. الديانات السماوية عامة بتقضي بأهمية التآخي وأهمية التعاون وأهمية المؤازرة في الشدائد والمؤازرة في جميع الأوقات اللي بيمر بيها أي وطن من الأوطان. فطبعا كل سنة والإخوة المسيحيين بخير وسعادة. ولو احنا رجعنا بقى تاريخيا وهنتحدث عن دخول المسيحية بداية إلى مصر الحبيبة. مصر من أوائل الدول التي أتى إليها الديانة المسيحية، فدخل الديانة المسيحية على أيدي الرسل، رسل المسيح وعيسى إلى مصر، وكان ذلك عام 65 ميلادية، يعني معنى ذلك في منتصف القرن الأول الميلادي في النصف الثاني. دخل عن طريق القديس مرقس إلى الأسكندرية، وأقدم مسيحة أقدم كنيسة موجودة اللي هي كنيسة الكرازة المرقسية بالأسكندرية، هذه أول كنيسة تم بنائها في مصر. ومن هنا بدأت تاريخ المسيحية في مصر. لو جينا بعد كده نجد من القرن الثالث الميلادي بدأ التقويم القبطي اللي هو 284 ميلادية، من وقت اتخاذ ديقلاديانوس الإمبراطور الروماني ما أتاه من تعذيب للمسيحيين في الإمبراطورية الرومانية، فجاء التقويم المسيحي اللي هو القبطي. ومن هنا هتبدأ حركة الأديرة وحركة الرهبنة تتأتى إلى مصر، وطبعا ظهرت الكثير من الأديرة في ربوع مصر كلها. فهذه هي بداية دخول المسيحية إلى مصر وكيف أتت إلى مصر. وطبعا في طبعا رحلة العائلة المقدسة وكيف مر المسيح عيسى ووالدته مريم البتول بأرض مصر كلها، مرورا بسيناء وغيرها من المدن المصرية. فيعني إحنا هنقول إن المسيحية توطدت أركانها منذ بدايتها داخل ربوع مصر. الديانة المسيحية طبعا هم كانوا أقباط مصر، كانوا في الأساس بيعتنقوا اللغات المصرية القديمة اللي هي أساسها اللغة الهيروغليفية القديمة، لذلك اللغة القبطية بالضبط كده، اللغة القبطية مأخوذة عن اللغة الهيروغليفية والديموتوقية والهيروتوقية القديمة. ففي كثير من الأسماء ما زالت وترانيم موجودة حتى الآن باللغة المصرية القديمة وهي موجودة في اللغة القبطية. طيب احنا بقى لو جينا نتحدث عن عيد القيامة المجيد، ايه مناسبته التاريخية؟ كان في اليوم الثالث من صلب السيد المسيح عليه السلام، فالمسيح قام في هذا اليوم حينما مر بأورشليم، وحينما مر بأورشليم في ذلك اليوم في فلسطين كان مواكب ليوم عيد الفصح عند اليهود. عيد الفصح أساسه في اللغة العبرية بسح بمعنى العبور،
وهو طبعا بيواكب عيد الفصح اليهودي اللي هو أساسه خروج سيدنا موسى عليه السلام من مصر واتجاهه إلى أرض فلسطين كما يعني أمره الله في ذلك الوقت أن يخرج بقومه مرورا بسيناء وضع الله فيها ونزلت عليه التوراة ودعا أن تنفجر تحت الأرض 12 عينا لسيدنا موسى وقومه ومر من سيناء وتركها وذهب إلى فلسطين. فأثناء مرور السيد المسيح في اليوم الثالث وقيامه كان مواكب لعيد الفصح اليهودي، لذلك عيد القيامة بيواكب عيد الفصح، هذه هي المناسبة التاريخية. سبب تسميته بعيد القيامة لأن المسيح عليه السلام قام في اليوم الثالث بعد صلبه. لذلك ده سبب التسمية. طيب ايه علاقة بقى يوم شم النسيم بعيد القيامة؟ هل شم النسيم هل هو عيد اساسي عند المسيحيين والاقباط ولا ملوش علاقة؟ لان هو كان اساسا من ايام القدماء المصريين، من ايام الفراعنة، فهو قديم جدا. لو جينا رجعنا للمرجعية التاريخية للاعياد القومية قبل دخول المسيحية، صح كده؟ بالظبط كده، هنلقى ان اساسها بيرجع الى التاريخ المصري القديم، لان دي بلد ذات حضارة عميقة وضاربة في القدم، فتوالي الأعياد سواء كانت أعياد قومية أو أعياد احتفالية وهكذا بيكون لها تراكمات حضارية عبر السنين. فهنجد إن كان في احتفال، كانت السنة مقسمة في مصر القديمة إلى 3 مواسم فقط وليست 4 مواسم كما نحن عليه الآن. فكان بيبدأ الموسم الأول اللي هو موسم الفيضان وكان يسمى أخت، ثم يأتي الموسم الثاني وكان كان هو موسم البذر وكان يسمى بيرت، ويأتي الموسم الثالث اللي هو موسم الحصاد وكان يسمى شمو، ومن هنا جاءت شمو شم إلى شم النسيم. فكان في مصر القديمة كان بداية كل فصل هي عيد بالنسبة لهم. فاحنا هنعيد على كل مصر ونقول لهم حب نفر، احنا حب معناها عيد. احنا هنجد ان في كتير من المصريين بيسموا اسم عيد هذا موجود في المصرية القديمة، فهنجد ملك مثلا حور محب هي معناها حر ان حب، الصقر في عيد، فما زلنا معتدين على هذه التسمية. دي لغة القدماء المصريين. بالظبط كده. فإحنا لو وجدنا هذه الأعياد لها مرجعية تاريخية في مصر، أيوة لها مرجعية تاريخية. حتى المراسم الاحتفالية اللي موجودة من أساسها هنلاقيها ترجع إلى مصر القديمة. يعني إحنا حتى هنلاقي إيه الجميلة سعاد حسني حينما تغني في فصل الربيع الشجر الناشف بقى ورور. كلمة ور دي ورور. مصرية قديمة. معناها عظيم، يعني يعني ليها معنى. بالظبط كده. يعني خرج الى الندره والى الجمال. طيب هنطلع فاصل دلوقتي ونرجع لكم مره ثانيه نكمل كلام. لسه مكملين مع حضراتكم حلقتنا النهارده وبنحتفل بعيد القيامه المجيد. دكتور ولاء، عايزين نتكلم اكتر بقى عن احتفالات الربيع، وان المصري القديم بشكل عام المصري بيحبوا جدا الاحتفالات والاعياد، وكان في زمان اعياد كتيره بيحتفل بيها قدمائنا المصريين. طبعا تعددت أنواع الأعياد لأن الحضارة المصرية كانت حضارة سعيدة، فلا نجد حضارة على وجه هذه الأرض دون أن تكون حضارة سعيدة. فهنجد أن المصري بطبيعته كان محب بالفعل للاحتفال، فالحضارة المصرية القديمة لم تكن حضارة بناء فقط وإقامة مشروعات فقط، ولكن كانت حضارة محبة للاحتفال، لأن الاحتفال ده مظهر من مظاهر الطبيعة الإنسانية. احنا هنجد مثلا ان في عهد جوحطمس الثالث كان في 54 عيد، هنجد في عهد رمسيس الثالث اصبحوا 60 عيد. يبقى معنى كده ان المصري القديم اعتمد فكره يا رب كتر اعيادنا، فهو كان بالفعل محب للاحتفال وتعددت انواع الاعياد. تعددت انواع الاعياد في مصر القديمه سواء كانت دينيه او جنائزيه طقسيه او اعياد سياسيه او اعياد الملكيه لاعياد تتويج الملوك او اعياد قوميه كان المصري بيعتمدها. طب هل كل الأيام دي كانت أجازات بيعتمدها المصري القديم؟ لا، كان في أعياد رسمية كان بالفعل بياخدوا أجازة فيها، لأن أول حكومة مركزية في التاريخ أقيمت في مصر القديمة. فكانوا بيعتمدوا فكرة الأجازات الرسمية بالفعل، ووجدنا برديات وما زال محتفظ بها حتى الآن إن هم بيطلبوا أجازة لعيد ميلاد ابنتهم.
فالمصري كان محب للاحتفال ومحب للبهجة. فطبعا احنا هنقدر نقول ان هو كان بيحتفل بفصل، بداية كل فصل كان بالنسبة له عيد زي ما قلت لحضرتك منذ قليل، بس في اعياد مخصوصة لفصل الربيع بالظبط اللي هو فصل الشمو اللي كان بيمثل لهم فصل الحصاد. فكانوا بيحتفلوا ببدايته. ويعني وجدنا احدى التعاليم من خلال هنقول ايه النقوش، ان كان في توصية في مصر القديمة ان لازم في بداية الموسم الفصل ده ان المصري يتريض عشان يتأتى بقية ايام يعني وشهور هذه الفصول ان هو يكون في نشاط وسعادة، لازم يعمل رياضة. وطبعا هم هنقول يعني كان يوم طقوس معينة وكانوا معتادين التنزه في النيل زي ما احنا الان بنعمل، يعني احنا بنخرج الى الاماكن المفتوحة والحدائق وبنخرج للزيارات النيلية والرحلات النيلية. هذا كان معمولا به في مصر القديمة، وتحدث عنه هيرودوت حينما خرج المصريين عبورا بمحافظات مصر جميعا عشان كان في عيد كان اللي هو كان في تل باستا اللي هو باست اللي جاي من باست اللي هي عيد القطة، لان طبعا القطة كانت معبودة في مصر القديمة، فكانوا بيروحوا للمكان ده حاجة مميزة من خلال مرور القوارب في نهر النيل. وهيرودوت ذكر ان كان بيخرج 7000 من المصريين في هذا العيد. فنحن معتادين على الخروج الى هذه الاماكن والمتنزهات. وطبعا احنا متعودين نقول ايه سويت ويت اللي هي باللغة الهيروغليفية القديمة بمعنى التنزه، ولازم في خنتش اللي هو الاستمتاع. طيب لو هنتكلم كمان بما انك اتكلمتي عن الطقوس اللي بتتعمل دايما في شم النسيم او في بدايه الربيع بشكل عام للخروج للحدائق والمتنزهات، كمان في حاجات بتميز قوي شم النسيم وهي تلوين البيض واكل السمك المملح. هل ده كان موجود زمان يعني ليه مرجعيه تاريخيه، ولا دي حاجه من اختراعاتنا من قريب، ولا ايه؟ هو تمليح الاسماك بالفعل كان موجود في مصر القديمه، لكن ما كانش مرتبط بوقت معين زي ما احنا دلوقتي بنتناول بعض الاطعمه المملحه سواء الرنجه او الفسيخ او غيرها في شم النسيم بالذات، لكن هو كان بيتناولها باقي ايام السنه، لان حينما كان يجيء موسم الفيضان فكان بيجيء بالغريان، فكان الغريان هذا حينما تنحصر مياه النهر كان بيعلق بها الكثير من الاسماك. طب ما كانش في الوقت دوت في مصر القديمه مبردات، فهو كان بيحافظ على الاسماك دي ازاي؟ عن طريق تملحها. أيوة والاملاح والملح هذا كان بياتي من وادي النطرون، واحنا هنفتكر كمان قصه الفلاح الفصيح اللي هو خو انبو اللي كان توجه وبعد كده اخذوا الاحمال منه بين ميرو، وكان هو بياتي ايضا من وادي النطرون بالملح حتى يتم التجاره به. فكانوا بيتم تمليح هذه الاسماك الاحتفاظ بها لكي يتناولها في باقي ايام السنه. وبالمناسبه احنا وجدنا على جدران المقابر والمعابد خاصه في سقاره شكل نهر النيل، طبعا لان المصريين كانوا بيقدسوه وكان طبعا كان ليه معبود في ذلك الوقت، وهنجد الهه للحقول، فهو كان كل شيء من الخضره له رمزيه، والنيل كان بالنسبه له هو مصدر الحياه وهو هبه من الله للمصر القديم، لانه طبعا بيهب عن طريقه الماء وعن طريقه تاتي الزراعه التي يعيش عليها الانسان. انا بشكرك جدا دكتور ولاء محمد استاذ التاريخ، يعني شرفتينا ونورتينا وفدتينا والله بمعلومات كتيره النهارده عن شم النسيم وكل الحاجات الجميله اللي احنا بنعملها دايما والطقوس اللي دايما بترمز لشم النسيم. عرفنا اسبابها ايه وعرفنا موجوده من وقت قد ايه. شكرا ليكي. بشكر حضرتك جدا وبشكر الساده المشاهدين، وكل سنه ومصر كلها بخير. خلصنا معاكم النهارده حلقتنا النهارده. استنونا كل يوم مع فريق عمل جديد في برنامجنا اليومي مصر جميله.